بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة موضوع الألغام والمقذوفات الحربية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة وسط إلى تأثيرات سلبية عديدة، ابتداء من منطقة الشريط الحدودي لجمهورية إيران الإسلامية وشريط حدوده طوله 132 كيلومتر، وهذا الشريط هو ملوث بالكامل نتيجة الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، ولا زالت هذه الألغام هي ضمن حقول موجودة. قسم من هذه الحقول هي معلمة ومحددة الحدود، والقسم الآخر يقع ضمن منخفضات، وسبب السيول والانجرافات الحاصلة خلال السنوات الأخيرة ابتعدت هذه وأصبحت منتشرة ضمن أراضي عشوائية، وهذه الأراضي هي منها أراضي زراعية، منها مراعي طبيعية، منها مناطق استثمار معدني، وبالتالي هذا ولد أنه حرمت هذه الأراضي لغرض الاستغلال الزراعي أو الصناعي منها. إضافة إلى موضوع آخر، أنه تعتبر منطقة سياحية وهي حصرا في منطقة زرباطية، وتوجد هنالك بعض الأماكن السياحية التي يرتادها قسم من أهالي واسط، وحصلت بعض الأحداث خلال السنوات الماضية بانفجار لغم أو عبوة أو ما إلى ذلك، وأدت إلى وفيات أو إلى عوق. عموما الحالات المسجلة ضمن محافظة واسط بسبب المقذوفات الموجودة في عموم المحافظة وليس الشريط الحدودي تبلغ حوالي 5000 ضحية وما يقارب أكثر من 80 وفاة. مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان من ضمن الملفات التي يعمل عليها ويتابعها مع الجهات المعنية هو ملف الألغام والتلوث الناتج عنها. في محافظة واسط هناك مساحات يعني شاسعة من التلوث جراء وجود الألغام وعدم يعني انتزاعها لحد الآن. هناك يعني رفع لكميات قليلة لا ترتقي إلى مستوى حجم التلوث والمساحات الواسعة في محافظة واسط، خصوصا الشريط الحدودي الممتد بين العراق وإيران. هناك اتفاقية دولية العراق طرف فيها، كان المفروض منذ 2008 إلى 2018 كان المفروض العراق قد تخلص من هذا الملف ورفع جميع الألغام، لكن بسبب الظروف التي مرت بها البلاد الحرب مع داعش والظروف الخاصة أيضا يعني أدت إلى تأخير عملية رفع هذه الألغام، وهناك اتفاق جديد إلى سنة 2028. طبعا قضية الألغام يعني قضية شائكة وصعبة ومعقدة وتحتاج إلى جهد دولي، إلى دعم دولي من قبل الدول للعراق في سبيل رفع هذه الألغام وكذلك العبوات الناسفة والمخلفات الحربية، ولأنها كلها تشكل خطورة على بيئة الإنسان وكذلك خطورة على حياة الإنسان. لحد الآن حقيقة يعني ليست هناك يعني لدينا يعني أرقام محددة، لكن بين الحين والآخر نسمع ونتابع أنه من خلال رصدنا الإعلامي أن هناك ضحايا للألغام، وطبعا هذا يعني يشكل خطر على الحياة إذا استمر، يعني خصوصا يعني مناطق حدودية هناك سفرات سياحية من قبل العوائل لهذه المناطق، لا بد من تأمينها، لا بد من مراقبتها ومتابعتها باستمرار.
وقت طلعوا؟ عقب باسم ان شاء الله. اطبقها اطبقها وتعال. اطبقها اطبقها على سمعته على ابو هادي.